بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد درس العينات، الدرس الأول في وحدة الإحصاء الوحدة الثانية. يعني إيه العينة؟ يعني إيه؟ تخيل إن واحد عيان، فعايزين نعرف دمه كويس ولا تحليله كويس ولا لأ. يقوم يجي له دكتور التحاليل يقول له ممكن ناخد منك عينة، أي العينة دي خد منه 2 سم دم، ولكن هيعرفونا دمه كله في إيه. يبقى العينة جزء صغير من مجتمع كبير، سواء بقى المجتمع الكبير ده الكون أو المدينة أو القرية أو عين الدم أو ماتش كورة. أهو هي جزء صغير من مجتمع كبير يشبه المجتمع، ويتم اختيارها بطريقة عشوائية. أدي تعريف العينة. ممكن يجي أكمل؟ آه ممكن يجي أكمل. طب أنواع العينات تيجي أكمل؟ آه نوعين، عينة منتظمة وعينة غير منتظمة. الغير منتظمة يا هنا اسمها عينة عشوائية. طب ايه الفرق بين العينة المنتظمة والعينة العشوائية؟ هقول لك. العينة المنتظمة هي عينة يتم اختيار عناصرها من عناصر المجتمع، اللي هو موزع توزيع عشوائي ولكن بنظام معين وأسس معينة في الاختيارات. طب اديني مثال. هديك مثال، بطولة كأس العالم لما يجوا يصنفوا الدول الإفريقية في قارة إفريقيا، هل بيحطوا يقول لك ده كام و30 دولة يلا نعمل قرعة؟ لا، أمال بيعملوا إيه؟ بيصنفوا مستويات، يجيبوا أقوى 5 فرق يحطوهم على رؤوس المجموعة عشان يبعدهم عن بعض، ويقول لك ده دول مستوى أول، ويجيب الأضعف منهم ويحط 5 تانيين ويقول لك دول المستوى الثاني، والوسط يجيب 5 تالتين ويقول لك المستوى الثالث، وأضعف الفرق 5 فرق مثلا يوزع في كل مجموعة فرقة ضعيفة. يبقى مع إن هو ما صنفش الخمسة دول، هو ما جابش الخمسة دول بمزاجه، ولكن عمل مستويات أول وتاني وتالت ورابع علشان يبقى كل مجموعة متناسقة فيها القوي والضعيف والمتوسط. أهو ده نظام معين اتحط الأسس، يبقى دي اسمها عينة منتظمة. إنما لو عينة عشوائية، ده دي نفس التعريف ولكن هنقول في الآخر بطريقة عشوائية غير منتظمة. تخيل إن جابوا الدول وعملوا قرعة وعملوا بولة كده وراحوا حاطين قصاصات ورقية واختارهم، قال لك ولا قوي وضعيف ولا ضعيف، كل واحد وحظه، يبقى دي عشوائية. فهمنا المعنى؟ تعالى بقى نشوف حاجة معلومة، كيفية اختيار عينة منتظمة. إزاي ياخد عينة منتظمة بمقاس 10% من درجات التلاميذ عشان أعرف مستواهم في مادة العلوم؟ قال لك في البداية يجب أن يكون تلاميذ المدرسة موزعين على الفصول بطريقة عشوائية في قوائم معينة بدون تحديد المتفوقين أو الضعاف. يبقى الفصل كوكتيل، نمرة 2 تختار طالب معين من كل 10 طلاب علشان تعمل تكافؤ الفرص في الاختيار. يبقى من كل 10 اختار طالب، من كل 10 اختار طالب، يبقى انت كده عملت نظام معين ولا مش نظام؟ يبقى ده اسمه طريقه ايه؟ منظمه. طب طرق تكوين العينه العشوائيه، العينه بقى العشوائيه بنعرفها ازاي؟ قال لك لها طريقتين، طريقه يدويه بالايد وطريقه بالاله الحاسبه. طريقه بالاله الحاسبه. طب الطريقه اليدويه ازاي؟ قال لك ان انت تيجي لكل مثلا تلميذ تقول له خد لك رقم اعمله في قصاصه واللون يبقى والمقاس قد بعضه عشان ما نميزش، زي ما بقول لك كده بتاع كاس العالم، وطبق القصاصات جيدا واخلطها مع بعض في اناء عشان ما حدش يعرف ده اسم مين، وتجيب بعد كده واحد تقول له اسحب ورقه عشوائيا او يدويا للوصول للعدد المطلوب. والله انا عايز اعمل بطوله الامم الافريقيه، كل مجموعه فيها 4 فرق، تقعد تختار الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. يبقى دي اسمها الطريقه اليدويه لتكوين العينه العشوائيه. نيجي لمين؟ للطريقه الثانيه بتاعت الاله الحاسبه، ودي اللي يهمني ان انت تعرفها. ميل ادي مين؟ ادي الاله الحاسبه. ماشي يا ولاد؟ ماشي. ازاي اختار ارقام عشوائيه بالاله؟ ايه ده؟ هي الاله ممكن تختار لي؟ اه. ازاي؟ قال لك الاله الحاسبه هي احدى طرق الاختيار العشوائي بواسطه الاله الحاسبه من خلال عده خطوات. ازاي؟ يعني الآلة ممكن أكلمها وتطلع لي اختيارات؟ آه. إزاي؟ قال لك هتك على 4 تكات، نمرة 1 دوس شيفت اللي هو الزرار ده أهو هنا عارفينه. طب بعد الشيفت دوس ران اللي هي اللي بوينت اللي هي العلامة العشرية، خلاص أدي الخطوة الثانية. ثالث خطوة دوس علامة يساوي.
لو طلعت لي الإجابة بسط ومقام، دوس علامة اس دي، وكلنا عارفين الاس دي، ادي اس دي، ادي الاس دي. يبقى كم خطوة يا جماعة؟ 4 خطوات بالترتيب. الأولى شيفت، الثانية ران اللي هي العلامة العشرية، الثالثة يساوي، الرابعة اس دي، تقوم جايبة لك رقم عشري. طب الرقم العشري يطلع لك ازاي؟ هقول لك دلوقتي. تعال نشوف مثال اهو. بيقول لك وضح باستخدام الآلة الحاسبة. يبقى هنا شرط عليك ولا ما شرطش؟ شرط. قال لي مصنع فيه 300 عامل، شكرا. قال لي وعايز اخد عينة 10% واختارهم بالآلة. مين اللي قال لك ان بالآلة يا مستر؟ هو اللي قال في اول السؤال. يعني خلي ال 10% يعني 10 من كل 100. الآلة هي اللي تطلعهم مش انت. فهمتوا المعنى؟ اه. طب اعملها ازاي يا مستر؟ الاول اكتب كده الاجابه هي يا جماعه، اقول عدد العاملين في المصنع كم عامل؟ 300 عامل، فكتبتها. تاني حاجه، انت عايز كم في الميه؟ قال لي 10%، يبقى دي اسمها عدد العينه. طب نجيبها ازاي يا هنا؟ 10 على 100 في الموظفين كلهم اللي هم 300. 10 على 100 في 300، طلعت الاجابه 30 عامل. عارف معنى كده ايه؟ معنى كده يا محمد ان الراجل منتظرك تجيب له جدول فيه 30 اجابه. فالمستر حامد عمل ايه يا جماعه؟ عمل جدول فيه 30 اجابه، 5 في 6، مشيت كده 6 ونزلت كده 5، يبقى دول 30 خانه اهم. دول كام؟ 30 خانه. طب اجيب الاختيارات ال 30 عامل ازاي؟ ده عايزهم بالاله. طب اعملهم ازاي؟ الاربع تكات اللي انا لسه قايل لك عليهم، شيفت ران يساوي اس دي. اقوم ماسك الاله ودايس مين؟ شيفت ران يساوي اس دي. طلع لي الاولاني مثلا 56 من 100. قال لك العلامه العشريه الغيها واكتب 56 وارجع اعمل تاني، شيفت ران يساوي اس دي. طب ما هتدينا نفس الاجابه يا مستر؟ لا، الاله كل مره هتديك اجابه مختلفه. ده مش بس كده، ده لو انتوا 4 اصحاب قاعدين جنب بعض وكل واحد بيعمل الاربع تكات، هتلاقي هنا اجابه وهنا اجابه وهنا اجابه وهنا اجابه يا نور، مختلفين. فهمتوا معنى عشوائي ايه؟ عملت المره الثانيه مثل طلع لي ده، الغي العلامه واقول له 39. عملت مره ثالثه طلع لي 42%، الغي العلامه واحط 42، وهكذا لحد ما تكمل ال 30 ونكمل جدول مكتمل كما في الشكل. طب الجدول اللي انا طلعته يبقى زي زميلي اطلاقا؟ زي زميلي التالت؟ لا. الرابع؟ لا. تمام يا جماعه، هيطلع ارقام مختلفه. اجا ولد سال، قال طب افرض ان انا عملت ايه على الاله وطلع لي رقم اكبر من من اللي في الجدول، من ال 300، الغيه وخد اللي بعده وهكذا. هقول لك النصيحه دي دلوقتي. واحده ثانيه، مقصف فيه 427 عامل، وضح باستخدام الاله الحاسبه ازاي تجيب عينه عشوائيه بنسبه 10%. المستر علمك تعمل ايه الاول؟ تكتب عدد الموظفين. عدد الموظفين 427. نقلتها منين يا مستر حامد؟ نقلتها من المساله. تمام؟ تمام. بعد كده قول عدد الايه؟ العينه. عدد العينه هي النسبه كام؟ 10%. يبقى 10 وبعدين على 100 وبعدين نضرب في كام؟ في 400. المصنع، اسف انا نقلتها غلط، 467. المصنع كام؟ 467. تمام؟ تمام، هنصلحها فوق كده علشان الإجابة تبقى مطابقة. 467 وادي 60 أهي. خلاص؟ لما أضرب دي بالآلة هيطلع لي إيه؟ طلع لي كسر عشري. طلع لي إيه؟ كسر عشري. تمام يا أولاد؟ تمام. طب الإجابة طلعت كام؟ 42.7. 42.7، قال لك ما تخافش قربها. السبعه تدي ال 42، يبقى مطلوب منك تجيب 43 اجابه. مطلوب منك تجيب 43، نعمل جدول من 43 خانه، ولو بزياده مش مشكله، وكل مره نتك الاربع تكات، شيفت ران يساوي اس دي، وتملى في الجدول. بقول لك كتابه الاعداد النتيجه من الاله في جدول به، اقول له انا محتاج 43 خانه. تمام؟ تمام. الملاحظه الاخيره قبل ما نقفل الدرس ده، بقول لك لو كان الكسر العشري مثلا 47 من 100، مش ده بعلامه عشريه؟ اه. تنقله في الجدول ازاي؟ قال لك استبعد العلامه العشريه واكتب 47 زي ما علمتك في الاختيارات. طب افرض ان المصنع كان 400 عامل. اوكي، وطلعت النتيجه 469 من 1000، يعني اكتر من 400. قال لك ولا تزعل نفسك، استبعدها.
مش اكتر من 400. استبعدها يا سيدي، لانه خارج نطاق الاعداد، يتم استبعاده ويعمل ايه، شيفت ما اعرفش ايه الاربع خطوات، شيفت راني يساوي اس دي، وغيره 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 لحد ما تكمل الجدول المطلوب. درس عامل زي اللعبه، يهمنا في التعريف والطريقه بتاعت الاربع خطوات بتوع الاله، شيفت ران يساوي اس دي، تملى بيهم اي جدول واجاباتك تختلف عن اجابات زمايلك. يا رب يكون سهل ومفهوم.